وياكم آن صلاح، راح أكون وياكم ببرنامج خارج السرب، وضيف حلقتي لهذا اليوم هو الفنان محمد هاشم. خليكم ويانا، خلينا نتابع شنو غرد الفنان محمد هاشم. بدأ مشواره الفني عام 1998 بمسلسل السياق، بعدها قدم عشرات الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية بمختلف القنوات العراقية. راح يكون ويانا اليوم بخارج السرب. أستاذ محمد مرحبا وأهلا وسهلا بك ونورتنا. تسلمي لي، أشكرك جدا وأنا سعيد أن ألتقي بحضرتك. أنا الأسعد أكيد. أنت اليوم ويانا مو الفنان محمد هاشم، أنت اليوم ويانا كابتن محمد. أوكي. أول سؤال خليني أسألك إياه، أنه أنت من النوع الكلاسيك. نعم. أو هيك على الأقل معروف عنك. نعم. شلون تحمي بيتك عائلتك من لكمات الحداثة الموجودة حالياً؟ زين، أولاً أنا كمحمد ضد فكرة الملاكمة، لأنه بيها يعني عنف وبيها كذا وبيها. قبل شوي عنفتني. ومارست الملاكمة قبل 20-30 سنة. بمرحلة الابتدائية واكتشفت أني ملاكم فاشل. لانه بالملاكمه لو اخوك لو كذا خصمك لازم تكون قاسي معاه، فانا ضربت الخصم مالتي بوكس ورحت بس اعتذرت منه. فالمدرب قال لي انت ملاكم فاشل من الاخير. اي الحقيقه يعني بعد العمر والتجربه وكذا ضد موضوع اللكمات والثار والكذا، ولهذا خلي يكون الملاكمه بيناتنا حواريه. أيه. تعتمد يعني على الكلام. طيب بالنسبه لك انا عادي. اوجه لك ما اوجه وانا راح اصد واقول الاشياء. انا مو كلاسيكي، بالعكس انا مواكب كل ما يعني مهنتنا يراد تطور مع الزمن مع الحياه مع الكذا في كل المجالات، حتى على مستوى التربيه. اللي التربيه اللي كانت يعني ربونا اهلنا عليها اكيد يعني غير نافعة وغير مجدية مع تربية الجيل، ولهذا أنا أتعامل مع أطفالي بطريقة أخرى، أسمع لهم دائما، أخلي ثقتهم بنفسهم، أسمع اللي يريدون يقولوه، ودائما أكد أقولهم يعني كونوا أحرار أن تعبرون على رأيكم كذا، ولا تخلون أحد يأثر. نعم. بالنسبة للحياة. نعم. أكيد وجهت لك لكمات هواية. ايه. طبيعي. نعم. أريد اقوى لكمه وجهت لك اياها الحياه. كلش هوايه. بس انا من الشخصيات اللي متفائله، يعني من الشخصيات اللي مو متظلمه ولا اظل اعاني. اي لكمه تجيني او اي احباط يحفزني على التحدي، يحفزني على مواصله الحياه، يحفزني على ان اكون شخص اخر. يعني ما اتوقف ضد يعني اللي حدث البارحه انساه، افكر دائما، افكر باشر. طبعا كثير كليتنا يعني متعرضين، خصوصا احنا بالعراق. اي بس ظرف خارج هاي الاجوبه اللي كلش واسعه. والله صدقيني ما اثرت بحياتك كثير، يعني كثير كثير لكمات، يعني كثير 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 لكمات، لكنه تجاوزتها الحمد لله. يعني انا عندي الله معطيني قوه داخليه فاتجاوز كل الاشياء. ما تستحضر لي واحده يعني؟ يعني ما يجي ببالي، ما يجي ببالي. بالنسبة لهاي اللكمات ما حسيت اليوم انه اكو وحدة انت تستاهلها؟ اي طبعا طبعا. اكيد سؤالي لي. انا عندي ثقة زيادة بالناس. فاجتني لكمات من ناس ومن مقربين ومن زملاء عمل. بالفن بحكم ثقتي العالية بيهم.
لكنه تعلمت الدرس يعني اكيد تعلمته كثير من ال يعني مو لكمه واحده يمكن 10 15 لكمه خصوصا بعد انه من بدايه الحياه العمليه والشغل وال والعمل لكمات كثيره الحقيقه صارت موجع هذا النوع من اللكمات موجع لكن انا قلت لك صارت عندي قوه داخليه يعني قبل كنت اتالم واحزن وافكر ليش انا سويت هيك وليش سالتني هذا السؤال يعني اكبر الموضوع انا من الشخصيات اللي اذا تقولي لي فد كلام هيك بسيط اسوي مش انا اسوي مشكله الان لا بديت اذوب الاشياء يعني ما يعني اشغل نفسي بشيء اخر افكر بعمل افكر بصديق افكر بموضوع اجتماعي معين افكر باولادي افكر كذا فاتناسى هذه الاشياء ايش قد تحتاج وقت حتى يعني ترجع تتماسك وتلملم نفسك من اثر لكمه قويه او صدمه باللحظات احكي لك شيء صار عندي موقف مع صديق مخرج يعني وعدني بدور مسرحي وبعدين خلف الوعد وكذا فأحرج هو من عندي فمن صارت المقابلة ما قدر يقول شيء فتهجم علي أنت كذا أنت مو خوش ممثل أنت كذا دا 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 دا. فأنا بس بوعت له قلت له شكرا ورحت فمتعت وأنا أمشي قلت أنا شنو عاش قد كبران هاني يعني مثلا لو قبل شهر لا اوجه له لكمات فصار عندي در يعني صار عندي حصانه داخليه صار عندي كذا وبصدق هذا مو كلام برنامج لو اعلام يعني بصدق ما عادت هذه الاشياء اي وضع البلد والاحداث اللي صارت والناس وكذا قمت افكر باشياء يعني اهم اشياء اي يعني اكثر تخدمني تخدم عائلتي اسرتي اولادي تجيني لحد يمكن لحد هاي اللحظه اكو لكمات كثيره وخاف الموعد ما يقبل اقول اسم شخص لو اوردكم واقول عن شخص بالعراقي بس ما راح اقول اسمه يلا نعدي لي اياه ماشي ماشي وما شيلوها بالمونتاج اذا شلتوها ازعل نبقيها شخص بالعراقي بالعراقي يعرف نفسه وجه لك شلون كان يقول لا تجيبوه بالاذاعه ولا تجيبوه كذا وبعدين قلت هذا مسكين خطيه يعني انه هي الاذاعه للكل وللفنان العراقي وللكذا اكيد فهي مو لك ما هيك كذا وان سويت له هيك يعني اكيد العراقيه هي بالتالي قناه الفنانين كل الفنانين طبعا اكيد 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 يمنع وبعدين اكو تصرفات شخصيه يعني هي مو تعرفين شلون نعم بالضبط نعم لان القانون والنظام اللي بنيت عليه الشبكه نعم نعم هو انها عامه وللجميع صحيح صحيح لك عن بنات صالح نعم هو اكو لك ما بالموضوع انت وجهتها للام بي سي الام بي سي وجهت الكياره بيناتكم وجهتوها للجمهور اللي حب المسلسل شنو اللي صار اجمل لكمه بنات صالح بالنسبه لي لكمه ايجابيه يعني المسلسل وانتاجه وحضوره وما شكل البرنامج عن الجزء الثاني الجزء الثاني يعني ما الجزء الثاني الجزء الثاني اكو جزء ثاني صدق اكو جزء ثاني انت نعم. كان بسببك ما صار هذا الجزء يعني شلون بسببي بسببك لانك رفضت السيناريو اللي تقدم لك وانت بطل رئيسي نعم فبالتالي انتو يعني انا ما اعرف هذه المعلومه ما عارضين عليها الشكل ولو اكو جزء ثاني انا ضد الاجزاء الحقيقه ضد الاجزاء لكنه مسلسل بنات صالح مسلسل شكل حضور وشكل نجاح وشكل يعني الجزء الثاني ما تقدم لك السيناريو مالته وما رفضته حتى وان تقدم لي ورفضت فالموضوع طبيعي يعني الفنان يرفض كذا نعم اتقدم لي جزء ثاني والحقيقه قلت احافظ على نجاح الجزء الاول لكنه احنا اي لكمات يعني بيني وبين الجهه الانتاجيه ماكو موضوع طبيعي يعني ممثل يعني يرفض ناس جهه الانتاجيه ما تتعامل مع ممثل كلش طبيعي نعم تمام خلصنا هذا الجزء بس يبقى يعني بنات صالح يعني لكمة إيجابية أفخر بي وأحبه وسعيد بنجاحه وسعيد بما حققه ولهذا
خلينا نحافظ على هذا النجاح الكبير. احنا همينا كنا كل السعداء به وبانه كان فعلا يعني طفره بالدراما. ما شاء الله عليك، ما اقدر لك ولا بلعبه. اولا انا اليوم خلي اشكركم لان انتم رجعتوني، هذا كلها انا ممارسها قبل 30 سنه. ما شاء الله. زين انت يعني تعرف تراوغ؟ راوغتني هوايه حتى واحنا نلعب. ايش قد تعرف تراوغ؟ راوغتني بالاسئله قبل شوي. لا اعرف اراوغ ولا ابد، انا يعني هالشكل حتى ما اخطط للاشياء، ذابها على الله، اقول يا الله اتوكل على الله واطلع بكل الاشياء. هو 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 مهم ان تخطط وتراوغ وشي، لكن انا طبيعه شخصيتي بدون مراوغ واضح وصريح، ولهذا تشوفيني دائما يعني اللي يعرفني قبل 20 سنه وقبل 30 سنه والان نفس محمد. ان شاء الله دائما تبقى نفس محمد النقي. شكرا. تعرف تسوي هالحركه؟ نجرب. احب اتعلم الاشياء على فكره، اللي ما اعرف احاول واللي ما اقدر اظل ظل وراها. يلا بعد؟ هي هيك صحيح؟ اي اي لا زينه زينه. ايش وقت تلف وتدور مثل هالطاوله؟ مو قلت لك ما يعني ما اعرف. اي لا اكو مرات الحياه تتطلب تتطلب ممكن انه اكون دبلوماسي بالاجابه، اكون دبلوماسي بالتصرف، لكن لف ودوران ماكو، لهذا انا يبين علي، يعني الشخص اللي ما احب يبين من اصير عصبي يبين من شيء ما مرتاح له، يعني كل شيء يبين علي بس ما اعرف الف. وليش الف وادور؟ اجي اواجه خلص، يعني حتى ما اتعب نفسي حتى ما كذا. ما احيانا الحياه تتطلب بس قلت لك انا صارت شخصيتي هالشكل، تكويني بهالصوره هذه. زين شو وقت فرت بيك الكنيسه؟ اوه هوايه بس قلت يعني احنا حكينا، قلت لك انا عندي قوه داخليه صارت. يعني فرت بي هوايه على مستوى الحياه، العمل، الاصدقاء، يعني تفاصيل كثيره، احزن، احبط كذا، بعدين انطي لنفسي طاقه وارجع قوي. يعني ترجع قوي. هسه راح نعطيك الطوبه. زين عندك ثلاث تسديدات. زين لما تسدد صح ايه وتجيب هدف ايه او نقطه يسموها ايه بالسله ايه راح تنطيني شيء صح سويته بحياتك. زين او هدف حققته بحياتك. زين ومن تخطا ايه وما تسدد وما تسجل نقطه نعم راح تقول لي عن تصرف خطا انت سويته بحياتك. نعم ممكن تكون ندمان عليه. زين او تريد توضحه. اوكي يلا. أنا أحب النجاح وأحب التسديد. يلا سدد. إن شاء الله أسدد. واو هاي صح. أجمل هدف بحياتي وأجمل من الفن والنجاحات هو كونت لي أسرة وعائلة وزواجي وأولادي، هذا الهدف الأسمى والأنبل والأجمل الحقيقة، هو اللي أيضا مخليني متماسك، هو اللي مخليني قوي، هذا اجمل شيء. هذا على مستوى حياتك الشخصيه. ايه هسه نشوف التسديده الثانيه. زين بلكي تخطئها. واو خطا بحياتك. ممكن يكون خطا على مستوى مهني، ممكن لا خطا. انا اقول لك انا مبذر جدا، ما استثمرت علاقاتي، ما استثمرت كذا، ولهذا هي صعبه نحكي، بس انا راح احكي بقوه انه انا لحد ما عندي يعني انه بيت او عندي سكن ملك بي قاعد بالايجار وكذا، يعني هذا الحقيقه يعني ندمان عليه لانه انا ما قدرت، كان بامكاني ان بس انا مبذر وكان بامكاني استثمر علاقات كثيره مع تجار، مع سياسيين، مع كذا، ولكنه ما اعرف اني
يعني بالي وذهني يم يم التمثيل، والتمثيل ما يخليك تكون يعني ما توفر الاشياء وما تقدر تشتري لك بيت وما تقدر تشتري لك سكن. هذه الحقيقه مو ندمان، بس دائما هو اللي تعتبره خطا. اي خطأ كبير، خطأ كبير طبعا طبعا. خلينا نشوف التسديده الثالثه. زين منين نجيب جواب؟ حسب اذا صح او خطا. اوكي كم خطا؟ خطا اخر. إيه. والله هواي عندي اخطاء انا، هواي عندي ذكرنا هواي عندي اخطاء. قلت لك ما كنت افكر بالمستقبل، رفضت كثير من الاعمال، رفضت كثير من اكو عمل ندمان انك رفضت النطل غيرك ورا ما شفته ما أندم. ندمت؟ ما يعني ما اندم بس رجت قلت ليش ما اخذت وياك والله الفرق. كثير كثير من نقدر نسمي؟ كثير من الاعمال نقدر نسمي؟ مسلسل يعني مثله بدل عن النجم الكبير اياد راضي، الحقيقه رحت صورت بعض، صار عندي خلاف ويا الجهه الانتاجيه قنبر علي كنت صلاح ابو بشر، صورت 16 مشهد والجهه الانتاجيه خذلوني وما اوفوا بوعودهم معايا، فقلت لهم يعني اوفوا بعودكم والا اترك العمل، وتركت العمل. كان منفذ في سوريا، وطبعا ادى الشخصيه استاذ اياد وهو نجم كبير ومهم. تحياتنا الى اكيد. حكينا عن اهداف حققتها، وانت قلت انه اهم هدف بحياتي حققته هو عائلتي. نعم. هذا على مستوى الشخصي. على مستوى حياتك المهنيه، على مستوى الاشياء اللي يحب الجمهور انه يشوفك فيها، شنو تحس اهم هدف حققته مهنيا؟ يعني تواجدي على مدى هذه السنين، يعني بتواضع شديد طبعا، بس الناس اللي يقولون انه بالتلفزيون ناجح، بالبرامج ناجح، بالمسرح ناجح، فيعني الحمد لله والشكر وفخور بنفسي لأن حققت هذا الموضوع. أنا مرة قلت بلقاء الأخ علي الخالدي بالعراقي أستاذ الإعلام الكبير، فيقول لي أنا حزتك محمد، أشوفك أنا من النوع اللي أحب قعدة الصبح وكل الأشياء أسويها بإيدي، فيقول أنت أب مثال، تودي ولدك للمدرسة وتروح تتسوق وتشتري المي والصمون وكذا وتشتغل وتبدع وتاخذ جائزة مثلا بالتلفزيون والمسرح بسنة واحدة، أفضل ممثل مسرح وأفضل ممثل تلفزيون، فأكيد أفخر بهذه الشهادة وأفخر بهذه أكيد هذا توفيق من الحمد لله. وأنا يعني أحب عملي، أحب شغلي، أحب دائما أكون ناجح وأطلع الصبح، ويعني تستغل يومك كامل؟ جد إي طبعا طبعا، من الصبح إلى أن من النوع اللي تسهر؟ لا ما أحب السهر، ما أحب السهر، أنام من وقت تقعد الصبح أقعد من الخمسة الصبح الخمسة؟ تمام. انا اسوي الريوقه، اسوي الشاي واسوي المدري شنو، اي بس اعرف هنا. اي لا زين زين زين، هواي اكو اشياء لطيفه يعني. شوف خاصه بوسطنا اللي معروف علينا اغلبنا، يعني عندنا النهار مقتول والليل هو اللي لا انا احب النهار، احب الصبح، واحب اذا عندي شغل اطلع من الصبح اسوي الشغل وارجع، واذا ماكو اي شيء انا اخلق فتشي يعني نشاط معين. صارت عندي هاي فقره مال اللقاء العفوي، احتفي باصدقاء المبدعين بكافه المجالات، فراسا اسوي لقاء وكذا واخذت صدى يعني حلو عند الناس، حتى اللي مو فنانين يشوفوني شو ما مسوي لقاء عفوي شو ما كذا، فانا اريد يعني استثمر الوقت بشكل يعني يفيدني. جربت التقديم؟ نعم. وانت ممثل درامي؟ نعم. وجربت المسرح؟ نعم. وين اقرب مكان لقيت بيه محمد هاشم؟ أنا ممثل طبعاً، التقديم هواية أمارسه وما أنافس أحد بالتقديم، ممثل أعشق التمثيل، مهووس مسرح له تلفزيون؟ التمثيل بشكل عام، وين ما تجيني شخصية أقدم بها فعل رسالة ثقافية إنسانية يعني أقدم بها إمكاناتي الأدائية، أروح مسرح تلفزيون ما عندي مشكلة، المهم أمثل.
الحمد لله السنوات الأخيرة قدمت شخصيات حلوة بالتلفزيون وبالمسرح. آخرها كانت تجربة ذهوم، التجربة اللي أفخر وأعتز بها، أخذت عليها جائزة أفضل أحد الحاضرين بهاي المسرحية، أفضل ممثل. نعم نعم، عمل رائع كبير، عمل باشتغالات كثيرة، بحداثة، بروح وطنية، برسالة سامية. طبعا طبعا، إدانة للإرهاب، إدانة للإرهاب في كل مكان، وننتصر للإنسان ببعد ما ورائي، بفكرة قوية جدا. وأبدعت أنت حقيقة بالتمثيل. أنا أحب النجاحات، أنا أحب دائما أكون ناجح، أحب يقولوا لي أنت أبدعت هنا، أنت ممثل شاطر، هذه الأشياء كلش يعني تحفزني للأحسن. أنت ممثل شاطر الكل يعرف، بس أنت اللاعب شاطر اليوم عرفه. على الأقل اللي شافونا اليوم إن شاء الله. كابتن خلصنا، ننتقل لي حلبة جديدة. أوكي، محمد هاشم، بشنو مسلح نفسك بهالحياة؟ أولا يعني إيمان بالله سبحانه وتعالى، وقناعتي والرضا في كل الأشياء، ومحبة الناس. سلاح قوي، أسلحتك قوي. لكن بالحياة نحتاج بعض الأسلحة الفتاكة اللي نستخدمها ويا العالم ويا ضربات الزمن ويا المشاكل اللي تواجهنا. نعم. فعادة شنو سلاحك؟ الآن؟ الآن التجاهل تجاه أي قضية، أو النسيان، أو التناسي. واحد من أقوى الأسلحة بالمناسبة التجاهل. إيه. أنا كنت شخصياً فعالية الآن، وممكن أتعارك وممكن أضرب وممكن، لكنه الزمن والتجربة والنضج بديت اتجاوز. خيرا اسلحتك. طبعا بديت اتجاوز، اتجاهل، اسامح، يعني موضوع يعني انه اسامح الاخر كل شيء يعني كبير. ما تشوف انه كل هذا الا شخص واحد، مخرج واحد تلفزيوني ما اسامحه. طبعا موجود في كل الفقرات هذا مخرج. لا هذا غير، هذاك اذاعي. هذاك غير. هذا تلفزيوني، لانه دائما يعني انه انت صعب، يعني تعال واجه، لا تصير جبان وتروح كذا وتحارب اشخاص برزقهم او بالعمل، واجه من عندك مشكله. هذا يمكن انا لا اسامحه ولا اتجاهلته، بس ما اسامحه. بحياتك تحب المواجهه؟ نعم جدا، تكون مباشر. نعم نعم. تعتبر نفسك مقاتل؟ الحياه صعبه، ففعلا احنا مقاتلين، لكن انواع السلاح مختلف. مقاتل، بس انا الحقيقه احكي لك، انا ضد العنف، ضد يعني ضد موضوع السلاح. ولهذا أقول لك شغلة، وإحنا بلد يمكن مر بحروب وحصار وكذا، أنا طلقة ما أعرف أرمي ولا شايل سلاح أبداً أبداً أبداً. ولا حاولت؟ ولا حاولت، وما أحب السلاح. ما يعني قبل شوية كانت كلش قوية. إي أوكي، هذه المبارزة والرياضة والكذا أعرف لهم. حتى بالتمثيل من يقولوا لي ارمي طلقة أنزعج، ما أتقبل رائحة البارود، يزعجني، خليني أتقيأ. فما عمري ما ضربت يعني طلقة أو رميت أو لزم، ما أعرف السلاح، ما أعرف له. تعتبر نفسك مسالم زيادة عن اللزوم؟ لا مو زيادة عن اللزوم، هذا الإنسان لازم يكون مسالم. خلينا نستمتع بالحياة، نستمتع بالأشياء الإيجابية أكثر. طيب، لكل واحد من عندنا سيف محدد. نعم. يعتبر سلاح ايا كان هذا السلاح. نعم. ايش وقت تشهر سلاحك بوجه خصمك، بوجه من اذاك، اذى عائلتك؟ مو قلت لك عن قبل كنت يعني انفعل صوتي، يعني حاليا انت مثلا تريد تفهمني انه انت ما عندك اي ردود افعال مباشره؟ لا عندي ردود افعال، يعني للحظات وبعدين انسى، يعني هو قلت لك التجاهل، اعتقد هذا اهم سلاح. كنت انفعالي واتعارك ممكن وصوتي يعلى، لكن حفاظا على انا حفاظا على نفسي، على هدوئي، على اعصابي، فبعد سلاحي انه اتجاهل هذا الشخص او اتجاهل الحاله
اللي تصير، لان ما حدث بالبلد كبير جدا، فهذا اعتقد لها اشياء صغيره. مو المتنبي العظيم يقول وتصغروا في عين الكبير صغاره، او ما حافظه بالضبط، او تعظموا في عين الصغير الصغائر. نعم. بحياتك اي من وجهت طعنه وحاليا خلينا نقول تفكر به او متاسف عليه؟ طعنات كثيره خصوصا يعني بالوقت. انت وجهت؟ انا وجهت طعن الاحد. انت اكيد انا مو يعني مو نبي ولا نبيل وايضا عندي نوع من الخبث. اكيد يعني كلنا بالتالي هاي احنا بشر. إيه اكيد بردود بس بصدق معين. بصدق يعني انا يعني طيب جدا، فما ما افكر ارد الطعنه بالطعنه، ولا افكر انه يعني طعنه بديش انا اواجهه واروح اواجه الشخص نفسه واقول له انت كذا انا كذا هالشكل، بس ما اخطط بالشر للاخر نهائيا. عمرك استخدمت ايدك وبعدين ندمت؟ اي نعم. نعم هواي استخدمت ايدي وندمت جدا. منو الفنان ايه؟ من زملائك بالوسط من ابناء جيلك ايه؟ اللي تحسه اهل انه يواجهك بحلبه منافسه؟ كل جيلي اتمنى تصير مبارزه ادائيه بيناتنا، كل جيلي اتمنى احب هذا الشيء. اكو اسماء معينه اكيد. كل جيلي كاظم القريشي، سعد الفنان طبعا، سعد محسن نجم كبير، سعد محسن يعني كلهم الحقيقه، يمكن اسماء ما تحضرني الان، لكن كل جيلي احب اصير جيلي والجيل الاخر يعني اساتذتنا اللي احنا تعلمنا منهم، احب يصير هذا المبارزه الشريفه بالاداء والمقارنه. يعني تشوف انه المبارزه بالمجال عفوا والجمهور الحكم هو اللي الجمهور يقول منو الزين ومن الموزي. تشوف انه المبارزه بالفن وبالمهنه يعني بالمجال مبارزه شريفه؟ اي ليش لا؟ انا اغار احكي لك من اشوف ممثل جيد اقول هاي شنو، انا ليش ما اصير مثله واصير احسن منه؟ واقعنا واقعنا يقول انه هي شريفه. هل يتم اختيار الفنانين بناء على قدراتهم وامكانياتهم لدور معين؟ في كل وسط. اكو اخترقون ناس اللي ما لهم علاقه، واكو تصير محابات، واكو مجامله، واكو كلها، بس احنا اذا ما نريد. أنا الحقيقة بعي ضد من يطلع فنان ويحكي على مسلسل، لا خلينا ندعم بعضنا، يعني الدراما عندنا لا الدولة داعمتها ولا المسؤولين داعمينها ولا الفضائيات هم داعمية، فشوفين ماكو إنتاج. بس أحيانا اكو حقائق الناس ما تعرف بيها، يحتاج انه تصير في كل وسط. ليش الوسط الوسط الثقافي ما بي، الوسط الرياضي ما بي، الوسط الإعلامي صح. ما بي إيش قد الآن للأسف الترويج للسيء في 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 السياسة، في الفن، في الثقافة، أكو أكيد أكو، بس بالتالي ما يصح إلا الصحيح. الزمن كفيل يطرد كل الناس اللي ما عندها إبداع، ما عندها انتماء، ما عندها. أستاذ محمد كابتن محمد اليوم أنت كنت مبدع بكل الحلبات، شكرا لك، نورتني، خلص وقت برنامجنا، استمتعت بكل التفاصيل، أتمنى يكون إنه كان البرنامج خفيف عليك ولطيف. نعم البرنامج جدا، وأنا من المتابعين اللي حضرتك وقالوا لي أنا قلت يا ريت أشوفها هذه الإعلامية الجميلة، الحضورها حلو، وأعتقد برنامج مختلف يعني راح يطلع على العراقية، ونتمنى يعني أنا أقول الناس اللي مسؤولين على الدراما بالعراقية بنتجونا هالسنة، يلا شغلوا الممثلين. تقولي لي لكمة أوجهها لكل شخص. وجهت لنا إياها. ما لا لا لكل شخص ما يدعم الفنان العراقي، سواء حكومة، سواء رئيس، سواء ما أدري شنو، رئيس وزراء، برلمان، منتج، ادعموا الممثل العراقي، ادعموا الفنان العراقي، السلاح صمام الأمان الفن، صمام الأمان الفنان، لازم ننتج ولازم نشتغل. شريحة كبيرة للأسف معطلة من الفنانين، صار لهم 4 سنين وخمسة وستة هم بدون عمل صح. فإن شاء الله هالسنة يعني يصير يعني دعم كبير إن شاء الله للفن. خاصة اليوم بظل وجود قنوات هواية، صار أكو حركة بالدراما إن شاء العراقية الله، وصار أكو منافسة أقوى وأحلى وممتعة للجمهور أكثر، خلتنا نشوفكم كلكم بأدوار تليق بيكم. شكرا مرة ثانية لوجودك ونورتني وشرفتني بخارج السر. شكرا كابتن. شكرا.